יאללה, להתחיל? נראה לי ש... יאללה, כן, למה לא? وين احنا موجودين؟ احنا موجودين هسه في جامعة تل أبيب قبال بالضبط الفاكولتا او الكلية تبعت الكيمياء والفيزياء. اي لهجة انت بتحكي؟ انا بحكي بلهجة اهل ام الفحم ام الفحم والمثلث. اوه اي كلمه بالعربي لازم الكل يعرفها. حسب رايي كلمه يعطيك العافيه هي اكثر كلمه انه عن جد الكل لازم يعرف شو هي، لانه مش موجوده بكل اللغات هاي الكلمه يعطيك العافيه، وهاي الكلمه بتضيف كثير للبني ادم اذا بتحكي له اياها وانت بتعرفوش. ف كلمه لازم حتى تترجم لاكثر لكل اللغات حسب رايي. اي اغنيه بتنعش قلبك؟ اخر فتره سمعت غنويه لادونيس واسمها برتاح وحبيتها كثير، فبتوقع هي الاغنيه اللي بنحكي عنها، برتاح لادونيس. فوزت بكارت رحله لكل محل بالعالم، لوين بتسافر؟ على الأغلب إذا فزت عن جد بكارت الرحلة لكل العالم بحب أسافر لأفريقيا، للجزر الجزر الأفريقية زي مثلاً زنزبار، إندونيسيا برضو بروح أحب أزورها، إندونيسيا وماليزيا والجزر اللي حواليها زي بالي. تعزف او بتعرفي تعزفي او بتحبي تتعلمي على اشي؟ بعرف اعزف على الاورج وبرضو بتعلم بعدني، وكل مرة بتعلم على الاورج من وانا صغيرة وكل مرة بتعلم اشياء جديدة، وبعرف اعزف ملان اغاني فيه برضو شرقي وبرضو غربي. شو اكثر ريحة بتحبها؟ ريحة البحر. اي فيلم تنصحنا نشوفه؟ فيلم The Green Book اللي هو فيلم جديد وكثير كثير حبيته، فنصحكم تشوفوه. وشو بتشتغل؟ انا بشتغل هون في الجامعة جامعة تل أبيب، بشتغل في كلية الكيمياء كيميائية، ونستخلص مواد طبيعية من الكائنات الحية، ومنشوف شو هاي شو إلها تأثيرات أو شو إلها استخدامات اللي ممكن تفيد البشرية، زي إنه نعمل مبيدات حشرية أو مبيدات اللي هي تبقى أكثر أو أقل مضرة للبيئة. وهي thank you زي يوم مش كتساغ نخون أني أفتي אתם רוצים שיהיו עוד סרטונים כאלה? לחצו על הקישור בתיאור של הסרטון. נתראה בסרטון הבא.